يقول أنا متزوج منذ 9 أشهر وزوجتي دائما تضايقني وتعاكسني حتى في أمور الدين وفي الصلاة، والمشاكل دائما بيننا، فبماذا توجهونني حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا؟ وإذا نويت الطلاق فهل يحق أن أخذ ما أعطيتها كالذهب وغيره جزاكم الله خيرا؟ عليك بالصبر وحسن العشرة والدفع بالتي هي أحسن، وإذا كان منك خطأ في حقها يسبب نفورها منك فعليك بتعديل الخطأ والإحسان إليها، لأن بعض الرجال يطالب بحقه وينسى حق زوجته، يحاسب زوجته على كل شيء ولا يحاسب نفسه. وأعتقد أن الإنسان لو انصف من نفسه لصلحت الأمور واستقامت الأحوال في كثير من الناس. أما قضية الطلاق هذا راجع إليك، إذا كنت رأيت أنها لا تصلح لك ولا يصلح الاستمرار معها لنكدها ولعدم ملائمتها لك فلك أن تطلق. الحمد لله، قال تعالى وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. فإذا استنفدت الوسائل التي تبقي العشرة تبقي النكاح ولم تجدي لم يبقى إلا الطلاق، ولعل فيه خيرا لك ولها. أما قضية تأخذ من مالها فإذا كان عدم الرغبة هتك من قبلك فليس لك عليها حق، بل تطلقها ولا تأخذ منها شيئا إذا كنت أنت الذي لا ترغب بقاءها معه. أما إذا كانت هي التي لا ترغب والفرقة جاءت من قبلها فلك الحق بأن تطالب بالفدية، وهي ما يسمى بالخلع. وإذا اقتصرت على أخذ ما أعطيتها هذا أحسن، ولك أن تزيد. قال تعالى فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.